السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن انصرف أبو سفيان ومن معه من المشركين من أحد، وفي الطريق تشاوروا وقالوا: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فندب أصحابه إلى الخروج في طلب المشركين وقال: لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي في القتال في أحد. فسارع الصحابة وخرجوا على ما بهم من الجراح، استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله. ولك أن تتخيل حال الصحابة وما كان فيهم من جراح، فكان فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة ثم يحمل ساعة. وصاروا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، وهي مكان على بعد 8 أميال من المدينة. وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا دون قتال، ونزل قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين لبوا وأجابوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد بعد هزيمتهم في غزوة أحد مع ما كان بهم من آلام وجراح شديدة، ورغم كل ذلك بذلوا غاية جهدهم والتزموا بهدي نبيهم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وثواب كريم. رضي الله عن الصحابة أجمعين الذين لم تمنعهم جراحهم وآلامهم من الاستجابة لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.